اخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. عندنا ايكولينك ابل فو سات، غادي نشرح لكم طريقه تحديث اونلاين. تبعوا معايا. اولا غادي نربط الجهاز بالانترنت، بما ان الجهاز توجد فيه كارت ريزو. غادي نربطه بكابل ار جي 45. تبعوا معايا. بعد ما ربطنا الجهاز بكابل ار جي 45، غادي نشوفوا الجهاز واش متصل بالانترنت. غادي ندخلوا النيتورك سيتينغ، غادي نمشيو اي بي سيتينغ. بما ان الجهاز عطانا اي بري اي بي ادريس وعطانا كونيكتيد، يعني الجهاز متصل بالانترنت، غادي نمشيو نقوم بعمليه تحميل التحديث من السيرفر. نمشيو نيتورك ابليكيشن، غادي نمشيو للنيتورك ابديت. غادي نشوفو اخر فيرسيون اللي هي 354. غادي نضغطو على اوكي. غادي نخليوها يس، نضغطو على اوكي ونتسناو تيليشارجونا التحديث من السيرفر. من بعد ما نتيلشارجيو التحديث من السيرفر، غادي نقوم بعملية تحميل التحديث للجهاز. Do you want to update the software database؟ نرجع yes ونضغطو على OK. نتسناو التحديث يدوز. كي قلنا هنا دو نوت باور اوف، يعني ما نطفيوش الجهاز. بدات سوفت اوف فينيش، الجهاز غادي يقوم بعملية افو ديماراج. نتسناو يشعل الجهاز. التحديث خدامين في القنوات ديال تي ان تي فرونس سو انترنيت. هادشي اللي عندنا الإخوان في هاد الشرح، والسلام عليكم.